الإدارية للجميع. في البداية بغيت نهني الأخت السيدة رئيسة المجلس الوطني والأخت العزيزة والمناضلة الشابة على رئاسة المجلس الوطني، وتتمنى لها التوفيق بكل تواضع وتماشي مع النصوص الداخلية للحزب. كنقترح عليكم أمانة عامة جماعية وعندها خصوصية. الخصوصية ديال هذا الترشيح هو هادو أبناء الحزب منذ التأسيس، ما عمرهم مارسوا السياسة خارج حزب الأصالة والمعاصرة. هادو شباب مقتنعين بمشروع الحزب منذ البداية، اللي عاشوا فيه جميع المحطات جميع المراحل، وكانوا حاضرين بقوة، مارسوا السياسة ومارسوا سياسة القرب مع المواطنات والمواطنين، وترشحوا محليين وترشحوا كذلك وطنيين، والحمد لله بقوا ناس في مستوى عالي، نزهة شباب مشبعين بالوطن مشبعين توابيت بلادنا. وتنطلب منكم بكل تواضع مع ذلك ترشيح آخر باش تصوتوا علينا، تعطيونا صوتكم، تضعوا فينا الثقة جماعة. وماشي حيت كاينه أزمات قيادة، شوفوا تبارك الله كاع الوجاه راه عندهم القدرات باش يدبروا هذا الحزب. عندنا مطور من مستوى عالي، عندنا مؤسسين، وبالمناسبة بغيت نقول بأن معنا السي أحمد خشيشن، هو الأب والأخ الكبير ديالنا. كورونا كانت دواء صحفية، دابا بعد يعني ثلاثة سوايع كاسير، وغنناقشوا معكم ساعتين ثلاثة السوايع في هذه الندوه الصحفية، نبقاو معكم نجاوبوا مع جميع الأمور. الحمد لله على ما يرام. كيف ما هذيك حتى حاجة، تندخلوا القاعة ونشوفوا ديك الساعة. اللي غنعطيك دابا هو أن كيف ما شفتوا كاين هناك حيوية داخل هذا المؤتمر، وأخوات الأخوة المتشبتين بالأسرى والمعاصرة اللي هذا شفتوا بعد يعني ردوا الفعل هذا الصباح، وهذا طبيعي فاش ما كيكون شي يعني راه حزب ماشي حي. أتونسيون، اليوم الحمد لله كاين هناك إرادة للجميع باش ينخرطوا في المجال التنظيمي، وهذا مهم جدا. الرسالة اللي بغينا نوصلوا عبر هذا المؤتمر هو أننا دائما الأسرى والمعاصرة كان يعني كيكون كيجدد أفكاره وكيجدد الطريقة ديال التعامل ديالو، وفي هذا الإطار هادشي راه قلته البارح نعاود نقول لكم، بأن عندنا ورقة سياسية طموحة، ولكن هذه الورقة السياسية ما يمكن لها تفعل إلا بواحد التنظيم اللي غيكون تنظيم القرب مع المناضلات والمناضلين، وعبر المناضلات والمناضلين مع المواطنات والمواطنين، وهذا الشيء اللي بغينا نفعلوا اليوم. لهذا المفهوم ديال القياده اللي نسميوها الثلاثيه ولا الجماعيه هي رساله، هي شبه كاين هناك نقاش قانوني البارح. الفكره هي رساله موجهه ليس فقط للقياده بل حتى للاقاليم والجهات، باش ما يبقاش شي واحد يقرر بوحده في الاقليم او في الجماعات او حتى في الجهات، بل نحاولوا اشراك اكبر عدد ممكن من المناضلات والمناضلين. وفاش كنقول مناضلات والمناضلين كنتكلموا على مغاربه بالطبع، وهذه هي الفكره الاساسيه اللي بغى يجي بها هذا المؤتمر. علاش؟ انت كتعرف بان وقت الزعماء انتهى، ليس على الصعيد الوطني بل على الصعيد الدولي، واليوم كنهضروا بالفكر، كنهضروا بالمؤسسه، كنهضروا بالمشروع السياسي. وحتى تبسيط المفاهيم ديال المشروع السياسي باش نزيدوا نقربوا من المغاربه، هذا الدور ديال واحد التنظيم القرب اللي كنتكلم عليه هنايا. فلهذا احنا غنرجعوا غنجدوا مجموعه ديال الاشياء، مجموعه ديال المفاهيم، وغنرجعوا كذلك الاصل تاسيس الحركه اللي كنت ديمقراطيين والاسرى والمعاصره. الى عقلتوا كان هناك لقاءات شعبيه انذاك في التاسيس، بغينا نرجعوا ليها باش نصنتوا المغاربه. انتقادات اللي بغاو، من حق اي مواطن ينتقد الحزب السياسي انه يمثله، والحزب السياسي يمكن ينجح في مجموعه ديال الاشياء ويغلط في بعض الاشياء، ولهذا هذه اللقاءات غتمكننا من 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 باش نسمعوا الاراء ديال المغاربه، ونحاولوا بالطبع نجودوا العمليه ديالنا لا التنظيميه لا السياسيه، باش ما نطيحوش في ازمه كيف ما طاح فيها المغرب في 2007، وكانت يعني كان واحد الحضور قليل للمغاربه في العمليه الانتخابيه في 2007، لانه غيولي كيشكل خطر على الديمقراطيه ديال بلادنا. والهم ديالنا مره اخرى، ما كنقولوش هنا حنا حزب الملائكه، يمكن لنا نغلطوا، انا قلتها والقياده ديال الحزب كلها قالتها، يمكن لنا نغلطوا، ولكن خصنا نستافدوا من الاخطاء ديالنا باش نصححوا المسار ديالنا وباش نكونوا احسن واجهه ممكنه للمواطنات والمواطنين. الحرس السرحان المنسق الجهوي للحزب بجهه الداخله والذهب، اليوم المؤتمر الخامس الحمد لله ديال الحزب الاصاله المعاصره، تخطى الحمد لله في واحد الجو ديمقراطي يسوده الاحترام المتبادل بين جميع المناضلين والمناضلات على مستوى جميع الجهات،
اليوم الحمد لله تم انتخاب عضوات وأعضاء المجلس الوطني على مستوى الجهات إما بالتوافق أو بالانتخاب، واليوم تمت المصادقة بالإجماع على عضوات وأعضاء المجلس الوطني في انتظار انتخاب رئيس المجلس الوطني أو رئيسة المجلس الوطني هذا المساء. غير كما يعرف عن جميع المغاربة اليوم الطام يوقف وقفة تأمل من أجل بناء كما نقولوا بناء مغرب الغد بكل ثقة، مغرب البناء بكل ثقة. الباميين والباميات مآمنين بهذا المشروع منذ التأسيس. أنا كشاب تربيت في هذا الحزب لمدة 15 سنة وأنا أحد المؤسسين ديال المشروع واحد مؤسسين منظمة الشباب على المستوى الوطني. غير عندنا غيرة كبيرة على هذا الوطن، وهذا الوطن كما يقول احنا كان الله الوطن الملك من اجل مشروع حداثة الديمقراطية يأمن به جميع المغاربة. وشكرا. الوهابي زهور عضو المجلس الوطني للحزب عن اقليم العرائش جهة طنجة تطوان الحسيني. في الحقيقة هذه المحطة مهمة جدا من تاريخ الحزب الذي عودنا على احترام مواعيد المكتب أمنائه العامين ومؤتمراته الوطنية. اليوم نحضر هذا المؤتمر الخامس للحزب بأمناء عامين، 6 أمناء عامين. نتمنى هذه المحطة كانت جد ديمقراطية ومحطة مهمة جدا لالتقاء بالمناضلات والمناضلين من كل المناطق المغربية الملتفين حول مشروع الحزب اللي عندهم واحد تصور أننا لبناء مغرب يعني كيعرف واحد التنمية كبيرة وكيعرف واحد الاقتصاد، وأننا نكون عندنا حزب سياسي يساهم في حلحلة المشهد السياسي الحزبي، واللي احنا بالفعل كنساهموا لا في المحطات اللي دازت ولا مستقبلا أننا نكون حزب سياسي قوي يتأثر ويؤثر في المشهد السياسي المغربي ويتأثر كذلك بما هو دولي وإقليمي، لكن يساهم بشكل كبير في بناء الديمقراطية في بناء التنمية بشكل عام في المغرب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.